أهلا بكم أحبتي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج خطار ضمن سلسلة جولاتنا في مؤسساتنا العلمية والتربوية. اليوم الحقيقة مع شخصية علمية وأكاديمية، راح تكون جلستنا وحوارنا من نوع خاص حقيقة. اليوم حتى ما نسبق الأحداث، لقانا راح يكون مع الدكتورة نعمة ياسر عميد المعهد الطبي التقني بغداد. أهلا وسهلا بك سيدتي. اهلا وسهلا استاذ حسين. الله يخليك دكتوره. يعني برنامج خطار حقيقه، احنا تعريف احيانا نعرف للجمهور قبل ان نعرف لضيوفنا الكرام. برنامج خطار هو برنامج ربما يعني يسترسل في محاوره حول الشخصيه اللي نستضيفها، يعني نحاول نستفاد من تجاربه بالحياه، بدايته مع الحياه، كيف دخل الغمار المنهاج العلمي، كيف واصل الحياة، تجاربة. بغيت أن نوصل للجمهور العزيز يعني الثيمة أو الموضوع الأساسية لتجربة حياة كل من ضيوفنا. في البداية حتى نعرف جمهورنا، أريد نعرف منه الدكتورة نعمة ياسر. بالبدء أهلا وسهلا أستاذ حسين. الله يخليك. في رحاب المعهد الطبي التقني بغداد. الله يحفظكم. حقيقة فرصة طيبة نلتقي بحضرتك، وفرصة طيبة أنه هذا البرنامج حقيقة يعني شفت كم حلقة منوعة لطيفة. الله يخليك. المتحدثة الدكتورة نعمة ياسر، خريجة إنجلترا، الاختصاص مناعة جزيئية، تخرجت سنة 2013، عدت للعراق 2/12/2013 مع براءة اختراع نشرت في أكبر موقع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يدعى الـIPO، و15 بحث علمي منشور عالميا. تسلمت عمادة المعهد الطبي في 17/7/2014. الحمد لله الكادر الموجود كادر لطيف، يحب يبني، يحب أن يضع له بصمة. فبدءا ببدأ من استلمنا العمادة، الحمد لله كانت هناك إنجازات، كانت هناك تعاون، روح طيبة بين المنتسبين اللي يشمل التدريسيين وفنيين وإداريين، وحتى أيضا هذه الروح شملت حتى الطلبة. فأول ما استلمت العمادة حقيقة يعني كان شعاري ولا زال وسوف يبقى دائما الحب بين الناس، تحابوا، ما أحوجنا أن نحب بعضنا، لأنه بهذا الموضوع حتى نقدر نعيش بسلام. الإنسان ضيف على هذه الأرض، لكن عليه أن يكرم ضيافته، أن يكرم موقعه، أن يكرم نفسه ويكرم الآخرين. فبالتالي علينا أن نحب بعضنا، والآن العراق ما أمسه الحاجة أن نحب بعضنا بكل أطيافه وبكل شعبه وبكل ناسه ان شاء الله. دكتوره يعني احنا اليوم بصراحه من خلالك وانا عندي معطيات عن حضرتك، اريد ندخل الى عالم المراه من خلال حلقتنا. سنترك كثير من الاشياء، ربما كثير من الجزئيات والتفاصيل، ربما يعني نتجاوز حتى على الجانب العلمي، ناخذ شيء بسيط نتحدث عن المراه. خلي تكون خطار اليوم هو يعني يحلق ويتجول في هذا العالم، عالم المرأة، من خلالك كامرأة نموذج، عندك تجارب. ولو احنا سعفنا يعني ردت أسأل سؤال قبل أن تدخلين الكلية وأن توصلين هاي المرحلة، لماذا الجانب العلمي والأدبي؟ يعني شنو اللي خلاش تختارين الجانب العلمي؟ شنو المعطيات اللي دفعتك باتجاه الجانب العلمي؟ لكل بيئة هناك ثمرة مناسبة تزرع في هذه البيئة. فالطفل ناتج بيئته. الحمد لله كان عندي أسرة صحية بسيطة، لكن نمت في نفسي طموحات منذ الصغر. وأنا عمري 4 سنين كان بالبيت يسموني دكتورة نعمة. من الطفولة. من الطفولة ما شاء الله. فبحيث كنا حتى من يعني اللعابة أسويها
وانا يعني يعني تسلسل اسرتي اني اخر وحده يسموها اللي هي اخر العنقود. نعم. احنا الحمد لله اسره كبيره، لدي اربع اخوه وثلاث اخوات، فبالتالي اسره متكونه من ثمانيه زائد الام والاب عشره. نعم. فكلهم كان يعني بالنسبه لي لانه جيت الاخيره. نعم. فتفارق عمري بيني وبين اخوتي واخواتي، فتربيت ويا الجيل الثاني ويا اولاد اخويا. نعم. ويا اولاد اخواتي. نعم صحيح. فبالتالي عشت المرحلتين، المرحلة انه انا اخوة يعني الاخوة كبار، والمرحلة الثانية انه انا اخت كبيرة للجيل الثاني. نعم صحيح. فاصدقائي اللي هم اولاد اخويا. نعم. اولاد اختي. فهذه الحلقة الوسط ما بين الجيلين. نعم. فكانت حقيقة لها دور بصقل الشخصية. نعم. فكنت شلون القاعد بالبيت انه قاعد يعني صغار. يعني انت كنت اخت وعمة صغرى. بالضبط. نعم. لدي ذكريات. نعم. مع يعني اولاد اخويا واولاد اختي اللي هم حقيقه احسهم اخوتي واخواتي. نعم نعم صحيح. يعني عشنا نفس يعني. نعم. نفس المرحله. هذا كان في العراق. نعم. تتحدثين عن العراق. نعم. فدائما الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. يرحم والديكم. دائما شعاره بنتي سباعيه. نعم. فدائما من اجي مثل ابتدائيه اتذكر يمكن صف ثالث ابتدائي. نعم. دائما بنتي السباعية الدكتورة. نعم. فأتذكر بذاك الوقت كنا الكشافة. نعم. فيحب أنه أنا أكون مميزة. نعم. فيقول لي من اليوم رفع العلم أكيد أنت. نعم. يعني كان بالمدرسة يختارون فقط الشاطر هو يرفع العلم. نعم. من باب أنه التشجيع هي متميز. بالضبط. نعم. فأيضا كنا بالمدرسة يخلون فد إشارة يعني بالصدرية يعني فد إشارة. نعم. إنه هذا الطالب مميز. مميز صحيح. فأمي ترتب لي هاي يعني تطرز لي إياها وترتب لي إياها بحيث أنا فرحانة بهذا. نعم. الشعور صحيح. فأنا ما عندي هذا الشعور والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يقول ولكل مجتهد النصيب. نعم. فهاي المواضيع كلها ولدت إنه صارت الدكتورة نعمت. نعم. يعني في مرحلة المتوسطة نقدر نقول وين يعني في أي مرحلة من مراحل العمر بديتي تشعرين أنه طريقك باتجاه العلم يعني صار أكو قرار روحي وذاتي أنه أنت لا محال يعني الجانب العلمي؟ هي حقيقة كاريزما أو مثل شو يقول التركيبة الشخصية. نعم. أنا بطبيعتي صح يعني عندي هوايات أدبية. نعم. من نوع قارئ جيد. نعم. يعني بالذات المرحلة اللي هي نقول عليها مرحلة المراهقة. نعم. هي أغنى مرحلة بعمري قريت بها كتب. نعم. ومختلف الأصناف. نعم. أدبية دينية شعرية يعني فت رواية فت كوكتيل. نعم. نعم. يعني كنا بالمدرسة فد مجموعة صديقات. نعم. تذكرها. نعم. تغريد الله يذكره بالخير. نعم. يعني تغريد وعهود صديقات نعم. الطفولة يعني فكنا نتبادل مثلا. نعم. هي تقرا كتاب بتجيبه لي انا نفس الشيء فكانت روايات فيكتور هيغو البؤساء. نعم. روايات اجاثا كريستي بذاك الوقت. نعم. كانت رائجه الان ذاك صحيح. اي يعني ايضا كانت ذاك الوقت الكتب يعني انا بالنسبه لي يعني بالاعداديه اشياء في الميزان. نعم. كان متناول يدي. نعم. بحار الانوار. نعم. يعني كانت بذاك الوقت مروج الذهب معادل الجوهر. نعم. حتى كمرات مثلا ما نفهمها اسال الوالد. نعم. يعني هذا الشيء يقصد به. فكانت فد حلقات يعني صح بسيطه بس غذت في داخل نفسي انه روح الفكره روح التطلع. نعم. كيف انه صقل الشخصيه. نعم. ومثل ما ذكرت لحضرتك الابن هو وليد اسرته. صحيح. ناتج هاي الأسرة. نعم. كيف أنه تطلع ناتج جيد. صح. أو ناتج غير جيد ولربما أنا حسن حظي كانت الخلاصة بحيث أنا جهد يعني أسرة نتاج يعني نتاج أسرة. نعم صحيح. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والشكر. طيب يعني في فترة يعني الكلية أيضا. نعم. يعني هي فترة أيضا حرجة و يعني اكيد انت دخلتي في اي كليه كانت البدايه هي يعني حقيقه اني اعفاء شامل اول متوسط وثاني متوسط. نعم. والثانيه
كانت على مدرستي. تذكر رجعتينا لها ونسى عبرتها. نعم. وأيضا إعفاء شامل بالرابع وبالخامس. نعم. لكن إحنا عندنا مقاييسنا بالعراق. نعم. السادس الإعدادي. نعم. هو مقياس يدخلك مثلا للكلية حسب. نعم. المعدل. أي صحيح. حقيقة يفترض يا دول العالم شو تسوي؟ يسموه بري إكزام. نعم. جمهور الطالب اللي يرغب مثلا في تخصص ما. نعم. يختبروه يمتحنوه. ومن يحقق في درجة مقبولة يروح هذا التخصص. صحيح. احنا هنا شو نسوي؟ نخلي الطلاب على المسطرة. اللي يطلع بالتسعين يروح طبية، اللي. نعم. يطلع كذا. هذا المفروض يتغير هذا النظام. نعم. لأنه تعرف هذا كم من الأطباء هم فاشلين. تمام. كم من مهندسين هم فاشلين. نعم. لربما لو سونا سويتشنج مثلا، هذا اللي كان رغبته أن يروح طبية هو انقبل هندسة. نعم. ممكن يكون ناجح. نعم. والعكس صحيح. نعم. فبالتالي يفترض هاي المواضيع تنعاد. فيما يخص موضوعي أنا كان حقيقة يعني هاي المواضيع، عفوا خليني أوقف وياك في النقطة. يعني هذا الشراد إنه هنا تصحيح في أي مجال؟ بالنظام القبول. شلون ممكن يعني؟ شنو المقترح اللي ممكن يقدم؟ نعم. حتى أهم نريد نستفاد، لأنه إحنا. نعم. نعاني من هاي المشاكل بصراحة. نظام القبول الآن عندنا علاقة طيبة مع دكتور نبيل عبد الفتاح عميد. نعم. كلية طب الأسنان جامعة. نعم. بغداد. نعم. حقيقة راح ينفذون هذا الموضوع. نعم. من يجون الطلاب عندهم المقبولين. نعم. رأسا يختبروهم امتحان. نعم. يشوفهم مؤهل أن يكون طبيب. نعم. أسنان. نعم. إذا ما مؤهل ما يقبله حتى وإن كان معدل مقبول. نعم. هذه يعني تعرف حتى إذا معدله يقبله بالامتحان يحدد. إذا الامتحان هو الاختبار. بالضبط. أي نعم. الامتحان يحدد. أي نعم نعم. فيفترض يعني سأل مثلا أنا 5 سنين في بريطانيا وشفت. نعم. مثلا هاي التجربة. من يجي الطالب مثلا يجي على المجموعة الطبية. نعم. فيأهلوا مبدئيا. نعم. وهناك امتحان. نعم. من يمتحن الطالب ذاك الوقت ممكن يروح لهذا التخصص. نعم. نعم. احنا هنا لا، كل الطلاب امتحن السادس الإعدادي. نعم. كل الطلاب أخذت نفس الفرصة. نعم. وهذا المعدل اللي حصله تتبع ظروف. يقول. نعم. مثلا بذاك اليوم الطالب متمرض، هو شاطر. تمام تمام تمام. بس هو بذاك اليوم كان مريض ما يقدر يجاوب. صحيح. وعلى ضوء هذاك اليوم مستقبل كله تحدد. صحيح. وكم من الناس يعني مثل ما ذكرت لحضرتك مهندسين فاشلين. نعم صحيح. أطباء فاشلين، لو كانت الفرصة أنه يروح يمتحن التخصص اللي يعجبه. نعم. يمكن يكون أكثر نتاج وأكثر فاعلية وأكثر نجاح. نعم. وهذا تجربة كل العالم. فطب الأسنان إن شاء الله يعني 2016 حينفذون هاي التجربة. نعم. أتمنى نرجع شوية إلى يعني شوي أقل مثلا يوزات التربية. نعم. نعم. الطالب يمتحن السادس إعدادي، بس وراها تبدي هذه الاختبارات. نعم. الامتحانات. الصيدلة تخلي اختبار خاص بها، مثلا الطبية تخلي اختبار خاص بها، وكذلك الهندسة وكل الكليات. نعم. حتى يجي الطالب برغبته. نعم. بما يناسب قابلياته، بما يناسب قدراته. يعني شو الفائدة أن أقبل المهندس هو بالرياضيات إذا تضرب له 7 في 6 ما يعرف. نعم صحيح. دكتورة. نعم. دكتورة تسمحين لنا نأخذ فاصل؟ نعم. جانا الفاصل ونتوغل في هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع كلش مهم يعني وممكن نتحدث به لاحقا إن شاء الله. تسمح لنا فاصل ونعمل حضرتك. إذن أحبتي المشاهدين ابقوا معنا فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم أحبتي المشاهدين مجددا، والحوار متواصل مع الدكتورة نعمة أمل سنة بيتش. دكتورة. دكتورة يعني بصراحة أريد نستفاد من وجودك في أوروبا، وأكيد يعني أنت واجهتي تجارب كثيرة وعشتي تجارب كثيرة،
وحتى نعزز واقعنا العلمي بهذه التجارب ونستفاد من هذه التجارب. يعني أهم الأشياء اللي شفتيها فيما يخص المرأة على الأقل هناك، يعني ما هو الواقع اللي تعيشه المرأة هناك يعني في الجانب العلمي، كيف تعيش المرأة، كيف نعزز قدرات المرأة؟ وإحنا اليوم بصراحة خصصنا حلقتنا حتى تكون يعني باتجاه تعزيز إمكانات المرأة وتفعيل دورها. تعرف أستاذ حسين، أمانة المرأة العراقية امرأة راقية. نعم. انت وفرت لها الظروف المناسبة. نعم. أنا سافرت إنجلترا حقيقة تحديدا 1/12/2008. نعم. التحقت بالدراسة بشهر 1/2009. نعم. قضيت 9 بالضبط 5 سنوات في إنجلترا. نعم. بالدراسة. نعم. إنجلترا مجتمع إنجليزي، مجتمع راقي خليط يحفظ حقوق الجميع. نعم. المرأة هناك عندهم ماخذ دورها كإنسانة. حقيقة ما حسيت هناك فرق أو يعاملوني كأنما كأنثى. نعم. فقط هناك الستاندر الماشي على عطائي. نعم. فمن أروح أشارك في مؤتمر علمي أو ووركشوب أو محاضرة، نهائي ما حسيت إنه أعامل على الجنس. نعم. إنه أنا أنثى والآخر ذكر. نعم. نهائي ما حسيته. نعم. فقط كان هناك المعاملة العطاء. نعم. كيف إنك تكون لك بصمة أو أثر. نعم. وهذا يعتمد على شخصية الإنسان، على الكاريزما. نعم. يأسفني أنا أقولها. نعم. المجتمع الغربي استفاد من أخلاق الإسلام. نعم. واحنا المسلمين المفروض احنا هذا كنز الاسلام، ما حسينا باهميته. نعم. قالوها وجدنا. نعم. الاسلام ولم نجد المسلمين. نعم. نعم. امانه اني اتمشى في في شوارع لندن ما اتذكر يوم الايام واحد طخت فيه، امانه يعني. نعم. وان اذا بدي علاقه بدي امشي واحد طخ العلاقه اصلا يوقف ويعتذر. نعم. انا اسف عم سوري. نعم. لكن هسه خلي اتمشى في شوارع بغداد. نعم. أو خلنا أروح أزور إمام الكاظم. نعم. أرجع تعبانة من الدفرات. نعم صح. وحتى ما حد يقول لك العفو أو عذرا. نعم. فهذا الموضوع يحتاج وقفة. إحنا أخلاقنا أخلاق الإسلام، إحنا أهل المروءة. نعم. وين راحت هذه؟ صحيح. الآن إذا تصعد امرأة بسيارة سيارات أجرة يتفرج عليها الرجل شلون توقع؟ صحيح. طيب ليش؟ صحيح. مو هاي أعراض؟ صحيح. وهاي ناسنا ممكن يعني تكون أختك ممكن تكون أمك. بالضبط. فأنت ليش بهالتصرف هالطريقة هذه؟ قبل أهلي يسولفون. نعم. يقول إنه إذا مريه صدت بالسيارة تتسابق الرجال تفضلي قعدي. نعم. أختي. صحيح. أمي. صحيح. تفضلي قعدي. الآن إذا صدت بالسيارة ما حد يكلف نفسه. صحيح. يقعدها أو يتسابق وياه حتى هو يقعد في الواقفة. صحيح. وين صارت هاي الأخلاق؟ طيب خلنا نبحث عن الحلول. نعم. حتى يستفاد المشاهد. نعم. باعتقادك يعني. نعم. الرخاء، الأمان، يعني العلم، القضاء، القانون هو معيار لنضوج تلك المجتمعات. فقد عندنا ونتواجد عندهم، فلذلك احنا هنا في عقد المقارنات بيننا. نعم. وبينهم يعني. وين بالضبط باعتقادك انه حتى ننمي مثل هذه الذائقة عند الناس وننمي هذه القيم والمنظومة هذه؟ نعم. كلها خير وكلها بركة يعني. استاذ حسين ما اخفي اكثر. نعم. صح النظم في اوروبا نظم قيود صارمة، القانون فوق الجميع. نعم. لكن هناك ايضا الاخلاق. نعم. انا شفت انتم انسانيا يعني اذا امرأة كبيرة بالسن وهي تريد تعبر تشوف يتسابقون لمساعدتها. نعم نعم واضح واضح. من اللي شنو الدافع؟ دين؟ يراد تهيئة. نعم. استنهاض القيم الإنسانية. نعم. اللي يمكن احنا بفعل ظروف الحروب يمكن هاي ذابت. طبعا 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 صحيح. فيراد استنهاض. نعم. يراد انت حتى تكون مسلم عليك هاي الصفات. نعم. حب لنفسك مثل ما تحب لأخيك. صحيح.
يعني انت لازم مثل ما تتمنى الخير لنفسك تتمنى للناس. اي صحيح. تقبل انت اختك او بنتك او امك تتعرض لأذية بشارع؟ لا طبعا. شلون انت تقبل العالم؟ صحيح تمام. تقبل انت في يوم من ما تحتاجيت معونه او مساعده وما تلقيتها؟ نعم. فاذا مثلا شو ايش بتزرع؟ صح تحصد. اي صحيح تمام. والدنيا دواره، فبالتالي علينا انه نبعث روح الطمأنينة بين الناس. نعم. روح الحب. نعم. تحابوا. صحيح. وهذا قول رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. صحيح. تحابوا. صحيح. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. صحيح تمام. هي فرصه ان احنا نحب بعضنا. نعم. انا احب جاري، احب اللي يمشي بالشارع. نعم. لانه هذا قد يكون اخ لي بالدين. نعم. او نظير لك في الخلق. الطريق الى الله يبدا من القلب، فانا بالضبط. اعتقد هو هذا اللي تقصدين انه انت دائما حب الاخرين، حب الناس، حب نفسك بالضبط. انت اولا ابدي انه كيف تحترم. نعم. نفسك واحترم الاخرين. صحيح تمام. فهي فرصه انه احنا نقول الكل اهلنا، ترى احنا بمركب واحد. نعم. من نعيش بسلام ان كنا، لا سامح الله اذا صار فشي علينا طبعا. كل الكل يغرق. فبالتالي فرصه لكل اولادنا واخواتنا، ترى نحتاج للالفه. نعم. نحتاج للاحترام، نحتاج الى تقارب وجهات النظر. نعم. ما ممكن انت بوادي وانا بوادي. نعم. احنا في بلد واحد. نعم. احنا في وطن واحد. صح. احنا في اسره واحده، فهي فرصة أن كلنا احنا نتعالف مع بعض. تمام. دكتورة، يعني يقال أنه الإسلام كرم المرأة بصراحة. نعم. ويعني من خلال قراءتنا للتاريخ، وأحيانا احنا نبحث في التاريخ ونجد أشياء لأعظم النظم في حياة المرأة، لكن بصراحة يعني لما نشوف الواقع شيء وما موجود في طيات الكتب شيء آخر. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله كانت المرأة تقف أمام النبي وسط الجمهور وتقول له: يا رسول الله زوجني، يا رسول الله أنا في حاجة إلى فلان شيء فلان شيء. فكانت يعني المرأة لها مقدار ولها قيمة، وفعلا كانت تساوي الرجل كما الشعارات الحالية. الآن المرأة تتأرجح ما بين الجهل الفاحش وما بين المطالبة في أن تساوي أخيها الرجل. كيف لنا من وجهة نظر الدكتورة نعمت أن نؤسس لعالم جديد للمرأة وننهض بها وفعلا نخليها تساوي أخيها الرجل، مع الحفاظ على خصوصيتها كمرأة مقابل الرجل وخصوصيتها؟ تعرف أستاذ حسين، أنا أريد أسألك سؤال. نعم. هل نحن مسلمون؟ نعم. هنا السؤال. إذا نحن مسلمون علينا نعرف الإسلام. نعم. أقولها صراحة، العالم موجود لا يعرف من الإسلام شيء، سواء امرأة أو رجل. الإسلام كرم المرأة بحيث وصفها أنها تاج الرجل. نعم صحيح. فإذا رجل يحب يخطب ابنية أو يزوجها، فالرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول له؟ أخيره إلى أي تاج. نعم. ترتدي. نعم. تلاحظ انه وصف زوجة تاج على راس الرجل. نعم صحيح. الان المرأة تعامل اجلكم الله كأي سلعة. كأي سلعة. نعم صحيح صحيح. فبالتالي اول يجب انه هي تبدأ بنفسها. نعم. تعزز من نفسها، تعرف قيمة نفسها. نعم. والمي يعرف قيمة نفسه كيف الناس تعرف قيمته؟ نعم. دكتورة نكمل الحديث، احنا مشكلتنا الفاصل، يجينا دائما ناخذ فاصل ونكمل الحديث فيما يخص المرأة. إذن أحبتي المشاهدين، وقفة مجددا ونعود إليكم، ابقوا معنا. We'll be right back.
أهلا بكم أحبة المشاهدين مجددا، والرحلة متواصلة مع الدكتورة نعمة ياسر. أهلا وسهلا بك مجددا دكتورة. سهلا. خلي أعطيك فكرة عن المعهد الطبي والأقسام المتواجدة فيه. هذا المعهد الذي تأسس سنة 1966 يضم 11 بين قسم وفرع علمي، وبعض الأقسام هي أقسام نوعية يعني فقط موجودة في هذا المعهد، يعني ممكن تلقاها في أي معهد آخر وفي أي محافظة أخرى. عندنا قسم التخدير، عندنا قسم الأشعة، عندنا قسم التمريض، عندنا فرع القبالة والتوليد، عندنا قسم رعاية الاحتياجات الخاصة، عندنا قسم صناعة الأسنان، عندنا قسم وقاية الأسنان، وعندنا قسم العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي، وأخيرا عندنا قسم فرع أطراف المساند. هذا القسم تم إنشاءه تحت إسناد ورعاية الصليب الأحمر بالثمانينات هذا القرن. يتولى هذا القسم تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع المبتور، سواء مبتور إيد أو رجل، وكيفية تعويضه بأطراف صناعية. الصليب الأحمر يزودنا بالمواد الأولية، نستقبل المرضى، نفتح له كيس شيت لكل مريض. من نستقبل المريض فقط يدفع 1000 دينار اللي هو الباس، وراها راح نمنحه طرف صناعي، سواء كان طرف علوي أو طرف سفلي. يعني المريض اللي يحتاج طرف يدفع فقط 1000 دينار؟ فقط 1000 دينار بالوقت اللي هو أسعاره غالية هذا في مكانات أخرى. بالضبط، يعني لو تقارن يعني أقرب بلد لنا إيران. إذا المواطن محتاج طرف يروح إلى إيران بالقليل فد 10,000 دولار يصرف حتى يحصل على طرف. صحيح. إضافة للسفر رايح وجاي، لأنه الطرف ما ممكن تمنحه بنفس اليوم. صحيح. لازم أكو قياسات، أكو يعني المريض يراجع أكثر من مرة. فمو سهلة على يحتاج مستلزمات معينة يعني. حتى يوصل للطرف. بالضبط. فإحنا فرع الأطراف والمساند في المعهد الطبي التقني بغداد مستعدون لاستقبال كل المرضى المبتورين وكل من له حاجة إلى طرف صناعي. يجي إلى باب المعظم، وعندنا عيادة استشارية وعندنا عيادة تعليمية، يجي يستقبله طبيب، هذا الطبيب راح يفحصه، وبالتالي راح بالنتيجة راح ينمنح الطرف الصناعي. دكتورة خلينا شوية يعني بصراحة احنا ما مرتبين افكارنا بالبرنامج، فلذلك البرنامج ياخذ على عاتقه انه دائما يسترسل بالاسئلة وفقا لمعطيات النقاش والحوار، يعني ما مرتبين الاشياء، فاحيانا نتذكر الاشياء فنعود اليها. يعني الدكتورة نعمة، انت قبل ان تتسلمين مهام ادارة المعهد وين كنتي؟ كنت طالبة دراسات عليا، طالبة دكتوراه في انجلترا. 5 سنوات بقيت في انجلترا. بعد عودتي عدت تحديدا باشرت بالوزارة التعليم العالي 1/12/2013. تسلمت عمادة المعهد الطبي التقني بعد حوالي 4-5 اشهر. 17/7 يعني تقريبا 8 اشهر حوالي. وراها تسلمت عمادة هذا المعهد. حقيقة هاي المهمة يعني بصراحة خل شوية ندرج فيها. يعني هاي المهمة، مهمة الإدارة، بعد يعني أنت جيتي من دراسات وكان أجواء خاصة والوضع هذا يعني المتعارف عليه، الإدارة تحتاج إلى قيادة، تحتاج إلى تصورات معينة لكي تديرين مؤسسة كبيرة مثل المعهد الطبي بأقسام اللي حضرتك ذكرتيها. يعني يعني تسلمتي المهام، الآن كيف وجدتي نفسك؟ تفاعلتي مع الإدارة؟ هل أنت يعني منسجمة مع هذا الدور؟ خلي أقول لك بصراحة. خلي أقول لك بصراحة. حقيقة هذا المكان المعهد الطبي من أصعب الأماكن بالإدارة. أولا لقدم المكان. لأنه مثل ما ذكرت لحضرتك مؤسس سنة 1966. صحيح. الملاكات الموجودة ب 450 بين تدريسي وفني وإداري. عندنا عدد الطلاب تجاوز 1000 طالب. حوالي 1180 طالب. صحيح. وجوده في سنتر بغداد في باب المعظم. وشوف حضرتك من جيت كان صعوبة تدخل الباب. صحيح. باب المعهد أصلاً لأنه مكان ازدحام. ازدحام.
خاصة بعد سقوط النظام بعد 2003 تشوف حضرتك الكيات واقفة بباب المعهد. نعم صحيح. تشوف الباصات واقفة إنه تقبط بباب المعهد. نعم صحيح. فأبد هذا الموضوع مو سهل. نعم صحيح. أيضا وحتى قبل الهم كان مزدحم يعني هذا أنا أذكره. نعم. كنت طالب يعني. نعم. هذا المكان هو مزدحم دائما. بالضبط. وتشعر إنه هو مو مكانه يعني بصراحة. لا أم أنا هذا الموضوع ما أسأ يعني ما شكك بالرأي. مهم أن يكون المعهد في هذا المكان. نعم. لقربة من المؤسسات الصحية لقربة. نعم. المدينة. نعم صحيح. لأن إحنا معهد طبي فنحتاج مكان قريب من المستشفيات. أي صحيح تمام. أيضا عندنا بإضافة لهذه الأقسام الموجودة ذكرت لحضرتك أن عيادات استشارية. نعم. هذه العيادات عمرها على لا يقل عن 25 سنة أو 30 سنة. أي صحيح. فهذا التاريخ وهذا الإرث الحضاري. نعم. يحتاج إلى نوع خاص من الإدارة. نعم. أنا أستقبل مراجعين من كل أنحاء العراق. نعم. وعندي طلبة وعندي موظفين. نعم. والمكان المعهد وهذا الازدحام فيتطلب مني أنه فد جود بلانينج خلينا نسميها. نعم. أنه أنا أسوي استراتيجية بالعمل بالإدارة. نعم. نعم. فأنا عندي مبدأ بحياتي أنه أجمل شيء أن تجمع الناس على الحب. نعم. فورا تسلم العمادة تقريبا يمكن بشهرين كان عندنا محرم فحقيقة سوينا موسم ثقافي وموسم الثقافي انطلق تحت الشعار حب الحسين خلق نهتدي به. فحبيت أنه أجمع الناس على هدف واحد أنت تحب الحسين سلام الله عليه كيف تترجم هذا الحب. فكان بي ثلاث فعاليات الفعالية الأولى اللي هي حملة تنظيف وإعمار كل المنتسبين والطلبة ساهموا بهذه الحملة. نعم. بحيث كلهم جمعوا مبالغ من جيبهم الخاص وقدروا أنه يرممون المكان اللي هم به. نعم. يرتبوه يصبغوه ينظفوه كل حسب إمكانياته وتحت شعار حب الحسين خلق اهتدي به. نعم. الفعالية الثانية كانت هي حملة استزراع عندنا مساحات فارغة ولو هي قليلة وأكو عندنا فراغات هي قدرنا نبني بها أحواض وزرعنا بها فأيضا حملة استزراع في حب الحسين. نعم. تزرع نبتة في حب الحسين اشتري. نعم. لك سندانة زرع يومية أزقيها في حب الحسين. نعم. تلاحظ أنه كل الأقسام حضرتك شارب عشوية نفتر. نعم. بالأقسام وتشوفها. نعم. تشوف أنه المناطق الخضراء ازدادت المكاتب أصبحت بها خضارات السنادين انتشرت بالمعهد. نعم. وبعدها وراها اختتمنا الموسم الثقافي بندوة ووراها رفعت الراية الحسينية. نعم. في هذا المعهد. طيب. عادة كل مشروع ينفذ. نعم. وبما أنه تعتبر شبه مشاريع. نعم. نردنا نسميها شبه مشاريع. نعم. يراد لها إدامة والمفروض تبقى هذا الشعار ويبقى هذا الشعار هو. نعم. رافد. نعم. ننهل من عنده أن نديم هذه. نعم. النشاطات من خلال الصيانة والإدامة. نعم. ومشروع موفق إن شاء الله. هذا أستاذ موسم. نعم. ثقافي كل. نعم. سنة. نعم. راح يصير نفس التواريخ ونفس. نعم. المواقيت. نعم. ونفس الفعاليات. نعم. فهذه يعني حصلنا بها موافقة وزارة. نعم. أنه موسم ثقافي راح يصير سنويا. نعم. نعم. الغرض منها مثل ما ذكرت لحضرتك أن تجمع الناس على مبدأ وهو الحب. نعم. اللي هو الهدف. نعم. أنه حب الحسين خلق نهتدي به. المحبة دائما تحتاج إلى صبر يعني. نعم. أنت يعني على رأي أحدهم يقول أنت تعطي نفسك للآخرين فإنك تحتفظ بها هنا يشير إلى يعني الصبر أنت ما تحب لازم تصبر يعني. أكيد. فنحتاج أن نصبر تجاه من نتعاطى معهم وأنت. نعم. في مؤسسة كبيرة دكتورة أيضا جانا الفاصل مرة أخرى ونتوقف قليلا ونعود إلى الدكتورة نعمة لنبحر أكثر في ما تبقى من جوانب الحياة ولو الوقت ده يمشي سريعا يعني. إذن أحبتي المشاهدين وقفة مجددا ونعود إليكم.
اهلا بكم احبتي المشاهدين مجددا، والرحله تتواصل مع الدكتوره نعمه. اهلا وسهلا بك دكتوره. كنا قبل يعني قبل الفاصل تحدثنا عن النشاطات اللي كانت تكون هنا، ونشاطات و يعني تمت نتيجه هذا الزخم من التآخي وزرع المحبه بين المنتسبين والطلاب وهكذا. خلينا شوية نطلع من هذا الجو ونتحدث عن القيمة الأساسية للحياة وهي القراءة، ويعني دور المرأة هنا تجاه هذا الجانب ودعمها لأخيها الرجل في أن يقرأ، وما هو نوع القراءات برأي الدكتورة؟ يعني أمتنا ما الذي عليها أن تقرأ؟ أن تقرأ وهكذا يعني إسقاط فرض. أستاذ حسين، هو مقولة يعني حضرتك تسمع بها، المرأة نصف يعني نصف المجتمع. أنا برأيي المرأة مجتمع بكاملة. المرأة هي أخت، هي زوجة، هي حبيبة، هي أم. هي تربي الرجل. أولادنا من يربيهم غير الأمهات؟ فبالتالي دورها كلش كبير في بناء هذا المجتمع. هنا ممكن أنا حقيقة أقولها دعوة إلى كل الأمهات أن تلتفت للبنية بنتها، خاصة لما تصل إلى عمر كان يكون 10-12 سنة. تنتبه، لأن هاي حتكون نواة لأسرة فيما بعد. تأهلها بطريقة تكون من تروح البيت الرجل اللي حيكون زوج المستقبل بالنسبة لها، شو يقول؟ رحم الله والدي رباها. لأنه هاي بذرة، والبذرة تحتاج إلى رعاية. صحيح. حضرتك سألتني أنه ماذا نقرأ؟ إحنا أمة يجب أن تقرأ. إن أول آية أنزلت على صدر الرسول عليه أفضل السلام هي بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ. لكننا لا نقرأ. هناك نسخ القرآن الكريم في البيوت، وهذا النسخ لربما عليها التراب، لربما لم يفتح إلا من رمضان إلى رمضان. هناك يعني بالحالة الاعتيادية مو فقط نحتاج نقرأ القرآن، نحتاج نفهمه. نفهمه هناك نعم تدبر. هناك كتاب من المسلمين الأجلاء حقيقة تناولوا روح القرآن بطريقة سهلة وبسيطة ممكن للقارئ أن يفهمها. نعم صحيح. عندنا أنا ما أخفي كسر، أنا من الناس اللي بالفترة العمرية من 12 إلى 18 سنة هي بالنسبة لي، وحقيقة أنا أدعو الأمهات أن تلتفت لها الفترة العمرية. تأهل البنية، لأنه على ضوءها راح يكون تكوين شخصية هذه المرأة. أنا بهذا العمر قرأت لمحمد جواد المغنية، هذا الكاتب اللبناني الرائع، كان يتناول الحديث بطريقة سهلة وبسطة. صحيح. يعني أنا أتذكر كتابة الشيعة في الميزان، كان يطرح مذهب التشيع بطريقة سهلة وبسيطة تعجب القارئ أيا كان مستواه. محتاجين هيك كتابات، محتاجين هيك ناس حتى يوصلون الفكرة. وأيضا محتاجين الأمهات يمكن ما تنبه بنتها أنه هذا الكتاب ماما عليك أن تقريه، أو ترغبها بالقراءة. هذا الموضوع راح يبلور شخصية الامرأة فيما بعد، راح ينضج أفكارها. برأيك شنو أخطر شيء بالإنسان؟ الفكر. اي طبعا أخطر، حتى يعني المرض ممكن يتعالج. نعم صحيح. مرض الجسد، لكن مرض الفكر كل الصعب علاجه. صعب جدا. وقد يودي بالإنسان للهلاك. فبالتالي أمراض الفكر يجب أن تعالج. وعندنا أمتنا الآن تعاني من مشاكل مرض الفكر، خير دليل على بالضبط. الفكر يعني. نعم. فعلينا أنه نعالج أمراض الفكر بالأسرة. بدءا من الأم، يجب أن تؤهل تأهيل جيد، أن تكون أم صالحة لأولادها، تربي الجيل الجديد بطريقة تناسب الحياة العصرية. صحيح. ومع الالتزام بتعاليم هذا الكنز الذي
لا أحد يعلم قيمته إلا هو الإسلام. إذن أفهم من كلامك من حضرتك أنه أنت يعني تحثين على أنه نوعية وليس الكمية. نعم. مو أي شيء تقرأ وإنما أن تقرأ الشيء اللي يخدمك يخدم حياتك. على الأم نعم. والأب أن ينتقون اختيار الكتب التي تدخل البيت. نعم. الكتاب اللي صار في متناول يد البني أو الولد نعم. يجب أن يكون الأم والأب قارئ قبل. نعم. أو عنده فكرة على الأقل. هاضم نعم. الفكرة اللي نعم. بيه. صحيح. لأنه هاي الفكرة إذا دخلت عقل الشاب أو الشابة مو سهل أن تخرج. صحيح. فيجب أن يكون حذر. أنا ابني أو بنتي مو فقط أنا أهتم بهم أوفرهم المي والأكل. نعم. لازم أوفرهم الغذاء الفكري. نعم. صحيح. يعني أتذكر قبل كان أكو مجلات للأطفال. اللي هي مجلة والمزمار تذكروها طبعا أنا قارئة كنت أقرأ هاي مجلة والمزمار انتهت بعد 2003 نعم صحيح هذه للطفل مهمة كانت تطرح الأفكار بطريقة سهلة وبسيطة الطفل يحبها صحيح. يعني أنا من الناس كنت أدخر مصروف اليومي حتى أشتري مجلتي والمزمار صحيح. بحيث أنا كبرت وأنا عندي أعداد منها ومن كبروا الجيل الثاني اللي هم مثلا أولاد أخوي أولاد أختي وحتى من بعد مرة تزوجت نفس الشيء أحب هاي يعني هاي المجلة وأنصح يعني إنه الطفل يبدي يقتني ما يحبه من كتب من مجلات عفوا عن المقاطعة يعني نعم. الآن جاءت الفضائيات بما هو أدهى يعني إحنا يعني عاصرنا نعم. ديش الفترة نعم. هي فترة المجلة وحتى صعوبة وصولها ليد القارئ أقصد نعم. الطفل نعم. الآن أنا عن تجربتي أحكي عن أطفالي الموجودين يعني أنا مثلا عندي ابني البكر يعني يتكلم اللغة الفصحى فأحيانا أستغرب فأشوفه من خلال الفضائيات الموجودة نعم. اليوم الفضائيات أيضا لها دور وقد تكون هي بديلة عن المجلات يعني خلي أقول لك فتشي أستاذ نعم. حسين أنا في إنجلترا خمس سنوات تعرف حضرتك هناك يسمون لايسنس عليك أن تدفع فلوس حتى تحصل تفتح تلفزيون وإذا جوي الشرطة ولقوك عندك تلفزيون فاتحة وما عندك هاي اللايسنس تعاقب وتسجن اللايسنس اللي هي شنو؟ اللايسنس هي اللي هي شو اسميها إجازة إجازة القنوات شوف هم يعني اكو افكار غريبه تدخل مجتمعنا نعم بالدول الغربيه هناك شروط للقنوات اللي شاهدها المشاهد ورقابه نعم. عندهم قنوات محدده يشوفها المواطن نعم. وهم اهل الحريه نعم. احنا بالنسبه لنا هاي سمي الحريه الفوضويه نعم. الان مجتمعنا يعيش الحريه الفوضويه اللي هي فقدت جانب الضبط فطالما ماكو ضبط بالموضوع البعض يسميها الفوضى المنظمة فبالتالي تشوف الفضائيات يعني حضرتك عندك يعني دش بإمكانك أي قناة تشوفها طبعاً طبعاً. وهذا من الخطر طبعاً. فبالتالي هنا صوت للدولة تتدخل المفروض يعني أكو هناك رقابة مو كل القنوات يشوفها المواطن أكو قنوات مشوهة للفكر أكو قنوات تهدم أسرة يعني فبالتالي يعني الدعوة اللي حكومتنا رشيدة خلينا نفجر نفسنا باسم الله نعم. فبالتالي الحكومة رشيدة يجب أن تنتبه لهذه الملاحظات أنه مو كل القنوات هي مسموح لها وأيضا نستفاد من تجارب الآخرين يعني أعطيك مثال إنجلترا هناك قنوات محددة المواطن حقه يشوفها والمواطن يجب أن يدفع لايسنس نعم. حتى يشوف التلفزيون حتى يقتن تلفزيون ببيته يشوفه نعم صحيح فاحنا ليش ما نستفاد من تجارب الاخرين نعم. ليش ما نتخذها قدوه نعم صحيح. صحيح وبالتالي تشوف حضرتك انه كثره مشاهده يعني هاي الافلام اللي هي لم يتم فحصها نعم. تاثيرها نعم صحيح على الاسره سواء على الاولاد او حتى على الكبار نعم صحيح هناك ايضا فقره جدا مهمه اللي هي قبل سقوط النظام كانت هناك ما يسمى وزاره الثقافه والاعلام نعم. الان يجب ان تاخذ هذا الدور نعم. الدور الرقابي احنا الان في امس الحاجه الى بناء مجتمع نعم. يعني يأسفني من اقول انه شو الفرق احنا عن الدول الغربيه نعم. شنو يعني هم زايدين عنا
بالعكس احنا افضل منهم. والدليل يعني انا المتحدثه يعني كم مؤتمر انا فايزه بجواز يعني فايزه عليهم نفسهم وانا ببلدهم. نعم انا سويت براءه اختراع الانجليزي نفسها ما اقدر اسويها. نعم صحيح. وبالتالي احنا يعني لو ترجع الواقع الحال احنا كنوعيه ك يعني خلق الله سبحانه وتعالى احنا افضل. نعم. بس علينا انه يعني كيف نراعي او كيف نأطر باسس قيميه باسر مجتمعيه تحفظ يعني ما وجهنا امام العالم. نعم. الان حضرتك تشوف اي واحد صاعد بسياره. نعم. بدا بطل المي خلص شرب المي شمر. وفتح الجامع وشرب البطل. نعم صحيح. هذا نفس هذا الشخص لو راح اوروبا ما يسويها يتقيد بالضبط. صحيح. ليش؟ لان هناك كاميرات تراقبه. نعم. قانون والقانون. نعم. يغرم. نعم. انا حقيقه استفدت من هذه التجربه من كنت في انجلترا من جهه المعهد اخذت قرار كمجلس معهد انه كل واحد عندنا سواء طالب او منتسب يشوف الوساخه او يذبها يغرم. نعم صحيح. فقبل هذا القرار كان نعاني بابا ليش تذب الوساخه هناك مو هاي الحاويه ما يعير لك اهتمام ما صار غرامات التزموا. نعم دكتورة الوقت يتركنا ولا نريد. نعم. أن ننسى شيء إحنا يعني نريد في يعني في الدقائق الأخيرة أن يعني نختم بالبركة بالتطرق إلى أهم يعني براءة الاختراع ما حكيتينا عنها. نعم. بشكل سريع تحدثينا عنها وحتى نسمع من عندك القصيدة اللي أنت حضرتك كاتبتها لنتبرك بها بصراحة لأسرة البرنامج. براءة الاختراع كيف وبشكل مختصر بصراحة؟ براءة اختراع تتضمن فحواها إنشاء موديل. نعم. ممكن أستخدمه باختبار الأدوية يعوض عن استخدام الحيوان المختبري. نعم. لأنه لحد ما احنا اشتغلنا كان يستخدم سواء الأرنب أو الفأرة أو القرد لاختبار الأدوية. نعم. هذا طالما أنه المادة مختبرة على الحيوان ولازال صح هو يعني صف اللبان لكن لازال هو حيوان مو إنسان. نعم. فبالتالي يصير بالدواء بمضاعفات جانبية ورا فترة معينة المضاعفات الجانبية تكون تأثيرها أقوى من الجانب الإيجابي. نعم. يترك الدواء والعلماء يفكرون بدواء جديد. نعم. فبفضل الله سبحانه وتعالى بعد 9 أشهر من العمل المضني بالمختبر قدرنا نتوصل يعني ناخذ خلايا من الإنسان وننميها مختبريا وتكون موديل اللي هو يعيض عن استخدام الحيوان المختبري. نعم يعني هاي راح يكون بها يعني فائدة للبلد يعني لو فائدة فقط لإنجلترا لا فائدة لكل العالم. لكل العالم إذن هي تجربة لكل العالم. لكل العالم. نعم. نعم. والدليل إنه يعني خلال 1.5 شهر نشرت في إنجلترا. نعم. بالموقع يسمى Intellectual Property Office. نعم. اللي هو أكبر موقع لحماية الحقوق الفكرية في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. هذا مصدر فخر أنك عراقيين بصراحة. الله يحفظك. هذه التجربة دكتورة أنت تكتبين الشعر ولم نتطرق من بداية البرنامج إلى الآن والآن موجودة عندنا قصيدة من كلماتك ونظمك يعني ممكن نسمعها من حضرتك يعني لنعطر أجواء البرنامج بهذه الكلمات. أول شيء تحدثينا يعني تاريخك شوية الشعر يعني أنا يعني عندي كتابات. نعم. بس خليني أحكي عن قصة هاي القصيدة. نعم. في 2009 أول ما سافرت لإنجلترا أنا متعودة من كنت في العراق من يجي محرم عندي أيام معينة أطبخ بها في ثواب عبد الله. نعم. فأول سفر أول سنة ما كنت أعرف الظروف فمن إجى الوقت اليوم ذاك اليوم اللي أنا معتادة إنه أنا أطبخ به. نعم. فت شعور يعني فت تناقضات فت شيء فلزمت الورقة شعور غريب غريب. نعم. بحيث لزمت الورقة بعيدة عن الأجواء بعيدة عن. نعم. فكتبت هاي القصيدة. نعم. اسمح هل تقبل أن أحدثك بصمت أو بجهر بلوز أم وضوح أو خفاء عن محبة أو عشق كيف جاء عن جراح بت لا أعرف ما أدفن منها أم أساوم كي أصل وجه السماء
هل تقبل أن أبث فيض شجوني وعيوني التي يبقى التي لم يبقى منها رمش من بكاء؟ هل تقبل أن أنادي زحمة الليل الطويل وعصافيرك بين آهات وانشطارات عدم أو بقاء؟ أو تباشير مراسيل الصباح يبعثون الغيمات تغسل الأحزان في قلبي وتراني بين الآه وبين الموت حد الانتهاء؟ هل تقبل أن أحدثك عن الجدب، عن ساعات حلم وهتافات، عن لوعة صبر أو بلاء؟ إليك يا من نذرت الروح حبا، ليتني أستظل بظلك يوم تصيح كل الأرض فناء. إليك يا حبيب الروح وعدا، إننا سنظل أوفياء مهما تباعد يوم اللقاء. هناك آمال في الروح تحتاج منك إلى ارتواء. حبك يا حسينا قد ملك كل ثنايا الروح. ليتني وكل محب لك نكون في حجدك الميمون ونهتف هتافا يعانق السماء، لبيك يا حبيب قلوب الأصفياء. الله الله جميل، عطر الله أنفاسك وبارك الله بيش. يعني قصيدة جميلة، وحقيقة نحن اليوم دكتورة سعداء بهذا اللقاء الجميل اللي اختمناه بهذه القصيدة الجميلة. يعني الوقت مرة سريعا بصراحة، كنت ضيفة خفيفة الظل، إنسانة محترمة، مثال للمرأة العراقية التي حقيقة دائما احنا يعني نبحث عن الوجوه التي تمثل المرأة العراقية لكي نبرهن للعالم ونوصل الصوت بأنه المرأة العراقية حاضرة وهي موجودة، وإن كانت التحديات تريد أن تطمس هوية المرأة العراقية وحقيقتها ونصوحها. أنا أشكرك الشكر الجزيل على الوقت الممنوح لهذا اليوم، ونشكر يعني الأخوة اللي ساهموا ويانا في إتمام حلقة هذا اليوم. نتمنى أن لا يكون هذا آخر لقاء، وإن شاء الله نلتقيش في حلقات قادمة إن شاء الله. إذن في هذه اللحظات أحبة المشاهدين، لا يسعنا إلا أن نشكركم أيضا على حسن المشاهدة. نلتقيكم في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله فيما الله.